طيب احنا جميعا اطلعنا على كشف حساب الاقتصاد المصري خلال 8 سنوات تحت عنوان فرع يثبت قوته ومرونته في مواجهة الأزمات. عايزين نقعد نقرأ الأرقام سوا وسيادتك تشرحيها لنا واحدة واحدة وتتتاتا عشان أخويا المواطن أختي المواطنة يبقوا فاهمين فلوسه وبلده واقتصاده، يبقى عارف كنا فين ووصلنا لفين، حلو ومش حلو احنا هنقول اللي منشور. جدير بالذكر انه الارقام عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري ووزارة التخطيط وصندوق النقد الدولي وبلومبرج وفاينانشال تايمز، بلومبرج تاني، بلومبرج تالت، الله بلومبرج بقى ليها بتاع، والبنوك المركزية لدول الهند وكولومبيا وبيرو وتشيلي والبرازيل وماليزيا والفلبين وتايلاند وتركيا والمجر وستاندرد امبورز وموديز وفيتش ريتنج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي. كده احنا اخلينا سبيلنا. تمام، نبدأ بأول حاجة. الاقتصاد المصري بيحقق أعلى معدل نمو من سنة من 14 سنة على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. ممكن أحط سلايد بعد إذن حضراتكم على الهواء ودكتور أسماء تبدأ تشرح لنا واحدة واحدة. أدي أول سلايد، معدل النمو الاقتصادي مكتوب يفوق معدل النمو العالمي المتوقع اللي هو 3.2 سنة 22، إحنا محققين 6.6 وكنا في 14-13-2.9 إزاي وليه؟ طيب هو في البداية أول سلايد دي فيها الأهداف بتاعة أي دولة، يعني أي دولة بتسعى لأن هي ترفع معدلات النمو الاقتصادي وتزود الناتج المحلي الإجمالي بتاعها وتقلل معدلات البطالة وتقلل معدلات التضخم وتوازن سعر الفائدة. بقى هو سعر الفائدة مش من ضمن الأهداف، بس الأربع حاجات دول أهداف أي دولة من الشق الاقتصادي. حلو. طيب احنا الفترة اللي هي الثمان سنين اللي احنا بنحللها دي كانت فترة ازمات، يعني بداية الثمان سنين احنا كنا خارجين من ازمات وعدم استقرار محلي على الجانب السياسي والامني وانعكس على النواحي الاقتصادية وتخللها ازمات مختلفة لغاية احنا ما زلنا بنتكلم في وقت العالم كله بيشهد فيه ازمة عالمية، فاحنا برضو متضررين من التبعات بتاعتها. فاحنا عشان بس نبقى عارفين الارقام دي احنا حققناها فين وامتى وازاي، الارقام دي احنا حققناها في فتره كانت مش مستقره او جالها شويه خلل في بدايتها وفي النص وفي الاخر، ما بين انه غير مستقره سياسيا، غير مستقره اقتصاديا، غير مستقره عوامل داخليه، غير مستقره خارجيا. تمام. طيب احنا في 2013-2014 كان معدل النمو الاقتصادي اقل من 3% زي ما هو واضح في الانفوجراف هنا. قدرنا ان احنا في الوقت ده الدوله انتهجت برنامج للاصلاح الاقتصادي، عملت فيه ايه؟ عملت سياسات ماليه ونقديه هنشرحها جوه يعني، وسياسات اجتماعيه. المهم السياسات دي يعني ترتب عليها ارتفاع تدريجي في معدل النمو الاقتصادي، حصل له بعض الانخفاضات شويه في عام جائحه كورونا، ووصلنا السنه اللي فاتت بعد لما قدرنا نتعافى من الازمه ان احنا حققنا 6.6%. تمام. فدوت بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي اللي احنا حققناه، في حين ان المعدل المتوقع لنمو الاقتصاد العالمي 3.2، لان طبعا الاقتصاد العالمي ده بيشمل الدول محل الصراع والدول الاقل نموا من مصر، فالمتوسط العالمي 3.2 ده المتوقع السنة دي. حلو. ومصر قدرت تحقق السنة اللي فاتت 6.6. كويس جدا، يعني عمليا ضعف المعدل العام. تقريبا. حلو جدا. الناتج المحلي الإجمالي هنا الرقم بيوضح الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فاحنا برضو عشان نكون بنوضح للمتخصص والغير المتخصص، الرقم ده بيعكس أثر الأسعار. يعني هو الناتج المحلي الإجمالي عبارة عن إيه؟ عبارة عن كل الإنتاج اللي الدولة حققته في سنة معينة، الانتاج من سلع ومن خدمات، هنا مقوم بالاسعار بتاعه السنه بتاعتها. فاحنا عشان نكون حياديين الرقم طبعا يعني تضاعف 3 اضعاف، ولكن بيشمل تاثير ارتفاعات الاسعار. فاللي هو 2.2 تريليون ده كنا في 13-14، لما وصلنا لل 7.9 تريليون ده مضاف ليه انه في ازديادات في الاسعار ادت الى بالظبط مقومين السلع اللي احنا قدرنا ننتجها بسعر النهارده بالسعر الحالي بتاعها. حلو.
تمام. فهو طبعا في زياده في الانتاج، حجم الانتاج زاد، لان طبعا كان في مشروعات قوميه كبرى، وكان في دخول الاستثمارات، وكان في يعني انتاج سواء من الجانب الحكومي او من القطاع الخاص، كان في انتاج زايد. فالرقم بالفعل ارتفع عن السنه اللي احنا بنقارن بيها اللي هي 2013 2014، مع الاخذ في الاعتبار ان اثر الاسعار موجود يعني متضمن. طيب علشان اقدر افهم اذا كان الناتج الاجمالي، الناتج المحلي الاجمالي زايد بما ينعكس سلبا او ايجابيا على المجتمع، لازم ابص على معدل البطاله. لو معدل البطاله قل يبقى فرص العمل زادت. بالزبط. يبقى بالظبط، لان الانتاج ده بيجي منين؟ بيجي من التشغيل. لما التشغيل بتاعنا بيزيد، ده معناه ان الانتاج بتاعنا بيزيد. وده بالفعل واضح هنا، ان معدلات البطاله وصلت ل 7.4، وهي كانت انخفضت عن كده في بعض الفترات، بس طبعا دوت علشان كان تأثير الأزمات العالمية والتعافي من الجائحة والصدمات اللي حصلت في جانب العرض وكده، فكان والإغلاق الجزئي اللي حصل في فترة كورونا، فكان المتوسط بتاعه في 2021 7.4. فيبقى هنا معدل البطالة بتاعي انخفض، وفي نفس الوقت الناتج المحلي الإجمالي بتاعي زاد ارتفع، وأنا حاسب فيه زيادات الأسعار. فده لازم يخليني أسأل، هل معدل التضخم بتاعي تزايد ولا قل؟ لأن أنا حطيت في الناتج المحلي الإجمالي الزيادات السعرية. تمام. طيب معدل لو بصينا بقى على معدل التضخم، هو المعدل انخفض بقى 8.5. وده ناتج عن، هو طبعا يعتبر مرتفع نسبيا، يعني نظريا المعدل التضخم اللي هي الدول المتقدمة بتستهدفه، وهو يعني نظريا في الكتب من 2 ل 3%. ده معدل كويس ان هو يحفز الانتاج وفي نفس الوقت ما يولدش ضغوط تضخمية. مصر بتستهدف معدل 7% موجب او ناقص 2، يعني ممكن يبقى بالزياده او بالنقص، بالزياده او بالنقصان. فاحنا 8.5، احنا ما زلنا في الرينج اللي هو امن يعني او المستهدف، ولكن طبعا يعني يفضل ان هو يقل شويه عن كده. طيب هو اساسا يعتبر كده يعني زايد شويه بالنسبه، يعني نتيجه ايه؟ نتيجه عوامل خارجيه اللي هو التضخم، التضخم المستورد اللي هو جاي لنا نتيجه الصراع اللي بين روسيا والغرب، وترتب عليه ان الدول والبنوك المركزية العالمية رفعت من اسعار الفايدة بتاعتها، فدوت مترتب عليه يعني جانب كبير منه جاي من بره او جاي من التضخم المستورد، وده اللي انعكس على كمان سعر الفايدة بتاعي لاستيعاب التضخم قدر الامكان. بالزبط. الفيدرالي يرفع، البريطانيين يرفعوا، كله الدول اللي ربطت الفتلة تكر زي ما بيقول. بالدولار. طيب بترفع.